السلام عليكم خوتي، صباح عليكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا جميعا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم جميعا قناه حلويات تيزنين. ترحب بكم ودائما الشكر جزيل للجميع. اليوم عندي لكم فيديو طريقه تحضير فرينغو او صورو بدون بيض، تيجي رائع جدا، تيجي مقرمش. تبعوا معايا الطريقه وفرزه ممتعه للجميع. يلا نحضر الصورو هذا وفرزه ممتعه للجميع. السلام عليكم خوتي، الناس اللي طالبين الطريقه باش نحضروا هاد الصورو ديالنا او فرينغو، طريقه سهله يعني بدون بيض. عندي هنا 350 غرام ديال الدقيق ديال الفرص، ربع كاس وافي ديال الزيت، عندي هنا ملعقه كبيره ديال السكر حبوب، شويه ديال الملح، واحد القريصه ديال الملح. الطريقه باش نحضروا هاد الفرينغو هذا او الصورو، ناخذوا الاناء ديالنا كما تشوفوا، نعملوا جوج كيسان علبه ديال الماء. انا غنعبرهم باش تشوفوا، راه جوج كيسان نيشان، جوج كيسان يكونوا عامرين مزيان. هكاس الاول، هكاس الثاني، واحد شويه كما قلنا لكم ممكن عامرين، لان الماء الى طيبناه مزيان تيكون ناقص، نزيدوا واحد شويه هذا، نديروا على حساب الماء الى طاب. من بعد غنضيفوا ربع كاس وافي ديال الزيت، ثم غنضيفوا ملعقة كبيرة ديال السكر حبوب. غنعملوا هاد الماء هذا يطيب مزيان، يعني يغلى مزيان بمعنى الكلمة، ثم غنطفيو عليه وغناخدو هاد الدقيق هذا وغنبداو نخويو شوية بشوية ونبداو نحركو تيتعقد. ولكن هاد الفرينغو هذا خاصنا ندريتيو، يعني خاصنا نشكلوه مع حد العجينة سخونة، يعني منخليهش يبرد. بقاو معايا، غنمشيو نعملو هاد الماء هذا فوق النار باش يسخن مزيان، يعني باش يغلى مزيان. من بعد ما طيبنا الماء مزيان، راه طيبنا مزيان يعني غلا مزيان مع السكر اللي عملنا والزيت، نخويو الدقيق تدريجيا ونبداو نحركو، ما نكملوش الدقيق. كما تشوفوا العجينه راه تجي لينه، كما قلنا خاصنا نشكلوه ما حدو باقي سخون، يعني ما حد العجينه باقا سخونه. طريقه سهله، راه اي مبتدئ يمكن يحضر هاد الصوره هذا. ناخذ شي زيت لان هاد الاناء سخون، وغنعجنو العجينه مزيان. نضيفو شويه ديال الدقيق، ما نكملوش 350، يعني نحيدو غير تقريبا واحد نص كاس عنبه. بقاو معايا، قلنا نخلطو العجينة مزيان. كما تشوفو راه باقا سخونة، سخونة العجينة، خاصها تعجن مزيان. العجينة ديالنا هي موجودة كما تشوفو، راه تتجي لينة ولكن راه سخونة. ناخذ لابوش ديالنا، يعني جاي حلواني مع لاندوي، يكون مزوق يعني يكون مسنن. كما قلنا بالنسبة ل 350 غرام، أنا حيدت من واحد شوية تقريبا نص كاس عنبة ما كاملش. كما تشوفوا العجينة كما قلنا تتجي رطبة شوية باش تجينا سهلة. بقاو معايا، كما قلنا نشكلوه قبل ما يبرد، لأن إلا بردت العجينة تتجي صعيبة شوية باش تخرجينا من لابوش. بقاو معايا، نعمرو لابوش ديالنا بهاد الطريقة هادي كيما قلنا، نشكلوه محد العجينة باقا سخونة. الطريقة هادي نصغرو الحجم ديال الحبة، نعاود لكم وحدة أخرى كيما قلنا نصغرو الحجم ديال الحبة، ثم نخليه يبرد مزيان حتى تنشف مزيان، عاد نقليه بالزيت، الزيت تكون سخونه. كما تشوفوا الشكل ديالو كي تيجي. الا بغينا نستعملو 350 غرام كلها، الا بغينا نزيدو شويه ديال الزيت باش جينا 350 نيشان، تقريبا واحد جوج معالق ديال الزيت مع الماء الا غنطيبوه. طريقة سهلة كما تشوفوا، وناخدو شي ورق
او شي بلاستيك ما يتلصقش، ونستوه ونخليه حتى تنشف مزيان، عاد نقليوه. والزيت كما قلنا تكون سخونه، ما خصهاش تكون بارده. الصورة هذا راه تيجي رائع جدا، طريقه سهله اي مبتدئ. نعاود لكم شي وحدين اخرين. الحجم كما قلنا نصغروا الحجم ديال الحبه، العجينه راه لينه ولكن خاصك تفرسي عليه شويه، يعني بدون آلة تستعمل غير يديا. كما تشوفوا نسقوه في هاد الرويسة هادو باش الى قليناه باش يجي مقاد كما تشوفوا، ونخليه ينشف حتى ينشف مزيان. يعني الى سالينا التشكيل ديال الصوره ديالها فوق سطح العمل، يمكننا نحولوه للبلاطو كما هو. كما قلنا يكون ناشف مزيان، راه ناشف كما تشوفوا، راه الشكل ديالو راه ما يتغيرش. العجينه الى خليناها نخليوها تقريبا واحد 20 دقيقة حتى تنشف مزيان، عاد نقليه. ولكن راه تيجي رائع جدا. نضغطو على هاد البلاصة هادي باش يجينا مقاد كما تشوفو. كما قلنا نخليوه يبرد مزيان عاد نقليوه، ولكن الزيت تكون طيبة. بقاو معايا كما تشوفوا. الان الزيت ديالنا راه طاب مزيان، غنجربو وحده. خاص الزيت تكون طايبه مزيان، نحطو غير وحده نشوفو واش الزيت طايب ولا ما طايبش، ثم غنكملو. كما قلنا بالنسبه لهادي خصنا نسقو ملي يسالي التشكيل، نسقو الريوز ديالهم باش ما يتفكوش لينا. هاد الخرينك وهادا راه تيجي رائع جدا. كما قلنا خاص الزيت يكون طايب مزيان، لان الحبه الا حطيناها خاصها تطلع الفوق، لان الزيت الا كانت بارده الحبه الا حطيناها تتهبط لتحت. حتى نشربو نجربو الزيت ديالنا واش طايب، ولكن ياخد الوقت شويه في الطياب. بقاو معايا انتوما تشوفوا الشكل ديالو، الشكل ديالو تيجي رائع، تيجي محمر. غير هو تياخد واحد شويه ديال الوقت، ماشي بزاف في الطياب. الان نحيدو هذا اللي طايب ونستمروا حتى تنساليو. انتوما تشوفوا النتيجه ديال الصوره ديالنا، جا رائع جدا، جا محمر وخفيف ومقرمش. نخليو الصوره ديالنا حتى تيبرد مزيان، يعني تيبرد واحد شويه. في حاله بغينا نزينوه بالسكر تنزينوه بهذه الطريقه هذه. الدوجه هذا اللي مزوق لان عنده جوج، هذا راسيو تيكون بلا، وهذا تيكون فيه الزواق ديال الدوي اللي استعملنا. تناخذو الصوره ديالها كيما هكا، تنعملوه في السكر حبوب. الا ما بغيناش نستعمل السكر ماشي مشكل، ولكن تيجي رائع. الوصفه كلها ديال العجينه تقريبا 3.50 درهم، ونحضروا تقريبا حتى 24 حبه. الا صغرنا الحبات ديالنا كما تشوفوا راه تيجي رائع جدا، بدون بيض، بدون استعمال اله. بزاف ديال المبتدئات تيسولوا على هذه الطريقه هذه، بغاو يحضروا لوليداتهم. كما تشوفوا طريقه سهله، خصنا غير نتبعوا الوصفه ونتبقوا المقادير ونتبعوا الفيديو حتى الاخر باش الانسان يستافد. خصو يتبع ضروري الفيديو وتنشحلوا الوصفه. انا نعطيكم وصفه مضمونه بالنسبه للدقيق ما بين 350 320 غرام، راه 350 راه تجيكم هي هذه كما تشوفوا، جا رائع جدا.